آخره. مشاهدي الكرام، مشاهدي الاعزاء، مشاهدي قناه وغريده التلفزيونيه واذاعه امواج اف ام، مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحييكم من ملعب الباسل في مدينه اللاذقيه لننقل لكم وعلى الهواء مباشره مباراه حاطين والكرامه ضمن المرحله 24 من الدوري السوري الممتاز بكره القدم لموسم 2017-2018. طبعا هذا محادثكم احمد محمد يحييكم من وراء الميكروفون برفقه طبعا الطاقم الفني الناقل لهذه المباراه وبرفقه المخرج العزيز وهيب غفر ولكل الزملاء العاملين في قناه اوغريت التلفزيونيه سواء كان في عربه النقل او حتى في استديوهات قناه اوغريت وحتى ايضا اذاعه امواج. كل مستمعين اذاعه امواج راح نكون معكم في نقل حي ومباشر لمباراه اليوم. طبعا مباراه اليوم ستكون مفصليه بالنسبه لفريق حطين الذي يحتاج للنقاط ليثبت حضوره في الدوري الممتاز بكرة القدم، على عكس الكرامة الذي تحضر ويتحضر للموسم القادم. على العموم الكرامة الذي يحتل المرتبة الثامنة ب 29 نقطة سيلاقي اليوم حطين الذي يحتل المرتبة العاشرة ب 26 نقطة. مباراة يجب أن تكون جيدة. لماذا يجب أن تكون؟ طبعا بفضل هذا الجمهور الذي أتى إلى هذا الملعب وسط جو طقس حار جدا، يعني الله يعين اللاعبين في مباراة اليوم. وبالتالي مباراة اليوم هي قاسية على الطرفين سواء كان من الناحية الفنية وحتى من الناحية الطقسية. هنا كوكب من جمهور فريق الكرامة الذي أتى برفقة الفريق إلى مدينة اللاذقية مباشرة إلى أرضية الملعب للتعرف على لاعبي الفريقين قبل بداية هذه المباراة. طبعا لحكم الساحة محمد قرم إلى أرضية الملعب مباشرة إلى الكرامة. أحمد شيحة في حراسة المرمى، عامر تركاوي، عبد الله جنيات، جهاد بسمار، محمد القدور، محمود يونس، علي زكريا، بلال المصري، طه العايق، وعماد الحموي، وعلي خليل. بالنسبة لحطين عيسى الأشقر في حراسة المرمى، هاني نوارة، وسيم نبهان، حسن أبو كف، حسن بليلو، إبراهيم بغدادي، جلال ذكر، حيدر أحمد، وأحمد كاظم، وعبد الله جمعة، ومحمد العقاد. ومدرب فريق الكرامة المدرب حسان عباس، ومساعد مدرب أحمد تركماني، ومدرب فريق حطين بشار صور، ومساعد مدرب ربيع سلوم مدير الفريق. الآن يعلن الحكم الدولي محمد كرام بداية هذا اللقاء الذي يجمع حطين والكرامة. حطين باللباس الأزرق والأبيض على يمين الشاشة، والكرامة باللباس الأبيض الكامل عن يسار الشاشة. كما قلت مدرب فريق حطين بشار سرور، مساعد مدرب ربيع سرور، مدير الفريق محسن بسمة، وإداري الفريق خالد إبراهيم. طبعا بالنسبة للغيابات لا يوجد غيابات هناك في فريق الكرامة بعكس فريق حطين. هناك غيابات لمحمد قطايا، ثلاث بطاقات صفراء، وأيضا عبد القادر غريب للإصابة، ومحمد علي للإصابة. لاعبين على مستوى عالي في غيابات اليوم في فريق حطين. طاقم التحكيم لمباراة اليوم حكم الساحة محمد قرام، الحكم الدولي، والحكم الدولي المساعد عبد السلام حلاوي، والحكم المساعد الثاني فريد صحناوي حكم درجة أولى، وأيضا حكم الرابع أحمد شحادي، مراقب إداري محمود الشرع، ومراقب حكام محمد عتال. إذا صورة مباشرة لدكة البدلاء في نادي حطين لمباراة اليوم مباشرة إلى أرضية الملعب. جلال ذكر لمصلحة فريق حطين، كرة إلى الأمام، تهدي على الصدر لعبد الله جمعة اللي اليوم اللي عم نشوفه بشارة القائد
لفريق حطين في هذا اليوم. هنا كرة لمصلحة فريق حطين، كرة مرفوعة لضغط بالضغط الجزاء، كرة خطيرة تعود الكرة من جديد لمصلحة حطين في أولى هذه التسديدات على المرمى، لكن في النهاية إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، ركلة مرمى، وفرحة جمهور حطين وتشجيع جمهور حطين لفريقهم اليوم. كل الأمنيات وكل التمنيات من جانب جمهور حطين لفريقهم، يعني اللي عم يستعد للموسم القادم على العموم بوضع مريح نوعا ما، يعني هو للإطمئنان أكثر لفريق حطين إذا فاز اليوم على فريق الكرامة. الكرامة القوي، الكرامة التاريخ، العراقة لفريق الكرامة، وهو أيضا يتحضر للموسم القادم. كرة مرفوعة لضغط الطاقة الجزاء، كرة خطيرة لكن الأقرب إلى عيسى الأشقر، عيسى الأشقر، وهنا بشار سرور، بشار سرور ابن نادي حطين اليوم على دفة القيادة لفريق حطين بعد موسم متخبط بالنسبة لهذا النادي الكبير، سواء على تغيير المدربين أو حتى على تغيير الإدارات وما شبه ذلك. الخاسر الأكبر دائما هو الجمهور، الخاسر الأكبر دائما الجمهور الذي يمني نفسه كأن يكون أبطال حطين وأبطال الكرامة وأبطال شين. هنا كرة داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة لكن في عامر تركاوي تبعد الكرة إلى الخلف. كما قلت بأن جمهور حطين وجمهور أي نادي في سوريا يمني نفسه أن يكون فريقه في عداد الأبطال وفي عداد المراكز الأولى في الدوري السوري لكرة القدم. تعود الكرة من جديد لمصلحة فريق الكرامة، علي خليل يرفع الكرة إلى محمود اليوز، كرة خطيرة دق بطق الجزاء، لكن الأقرب هي تصطدم بلعب فريق حطين. وهنا المدرب حسان عباس، مدرب فريق الكرامة حسان عباس، له هدف واحد على فريق حطين في تاريخ لقاءات الفريقين من ركلة جزاء عام 2009. حسان عباس مدرب فريق الكرامة اللي قدم موسم جيد بالتحضير لفريق الكرامة الذي يريد أن يعود إلى منصات أفضل. علي خليل، علي خليل الهداف، بهداف فريق الكرامة حتى الآن بثمان أهداف هذا اللاعب. كرة لمصلحة فريق الكرامة، بلال المصري، تعود الكرة من جديد لمحمد قدور، كرة مرفوعة لداخل منطقة الجزاء لكن سهلي بين يدي الحارس عيسى الأشقر، عيسى الأشقر. وهنا صورة أستاذ زينب أحمد رئيس فريق الاتحاد الرياضي باللاذقية، مشكور على كل الجهود يا الأستاذ أيمن أحمد. الجميع يجب أن يتكاتف لإظهار صورة الدوري السوري لكرة القدم كصورة رائعة لكل أنحاء العالم، ليس فقط على مستوى السوري وإنما كل أنحاء العالم. في الموسم الماضي عندما كان هناك مباراة الشين وحطين القوية والرائعة، كل القنوات العربية أخذت تلك الصورة وتغنت بهذا الجمهور الكبير الرائع. محمد عقاد، محمد عقاد مبارك لهذا اللاعب المولود الجديد وليد، وصاحب 7 أهداف حتى الآن محمد عقاد لفريق حطين في الدوري. تعود الكرة من جديد لمصلحة فريق الكرامة، عبد الله جنيات ناحية اليسار أيضا لعامر تركاوي من جديد، كرة لمصلحة محمود اليونس، مقطوع الكرة محمد عقاد إلى عبد الله جمعة. اليوم عم نشوف ثنائي خطير لفريق حطين ما بين محمد العقاد وعبد الله الجمعة. تعود الكرة من جديد لمصلحة جلال ذكر في وسط الملعب، وسيم نبهان لمصلحة حسن بليلو ناحية اليسار لكن مقطوعة أيضا أمام مصطفى الجديد، عفوا ليس مصطفى الجديد وإنما حيدر أحمد، نعم حيدر أحمد. إذن 6 دقائق على لعب المباراة وحتى الآن التعادل السلبي بين الفريقين. يبدو أحمد كاظم وليس فعلا أحمد كاظم كان وليس حيدر أحمد. إذا تعود الكرة من جديد لمصلحة فريق الكرامة على جهة اليسار لمحمود اليونس، محمود كرة إلى الأمام لمصلحة جهاد بسمار داخل منطقة الجزاء، مبعد من وسيم نبهان إلى خارج أرضية ملعب. رمي التماس، رمي التماس، رمي التماس لمصلحة فريق الكرامة،
بعد مرور 7 دقائق لاعب من زمن الشوط الأول لهذه المباراة التي تقام ضمن المرحلة 24 بالدوري السوري لكرة القدم في مراحلها الأخيرة. هنا علي خليل لكن يحصل على خطأ. علي خليل يحصل على خطأ من خلال دخول إبراهيم بغدادي على الكرة، خطأ بمثابة ركلة جزاء. في الحقيقة عم نشوف اللقطة البطيئة، شكرا لزملاء علي خليل. عم نشوف أيضا إبراهيم بغدادي يخطر على الكرة في كرة مشتركة ويحصل على خطأ لمصلحة فريق الكرامة. الجمهور المتحفز لفريق الكرامة على هذه الكرة، مجموعة من اللاعبين، هناك بلال المصري وهناك أيضا علي خليل. من سيسدد الكرة؟ هي بالفعل كرة خطيرة، هي تحسب ركلة جزاء في الحقيقة، هي بعيدة فقط حوالي 16 متر عن مرمى عيسى الأشقر. من سيسدد؟ عنصر أنسوي أيضا على المدرجات لمتابعة حظ والكرامة. هنا التسديد، كرة خطيرة لفريق الكرامة، كرة خطيرة لفريق الكرامة. يبدو كان على الكرة محمود اليونس، كرة كانت خطيرة، تسديد على المرمى لكن بجانب القائم لمرمى حطين عيسى الأشقر. إذن بداية حتى الآن لا بأس بها بين الفريقين مع وجود تسديدات على المرميين. هنا كرة إلى وسط الملعب، تعود الكرة من جديد لمصلحة عماد الحموي إلى بلال المصري، من جديد بلال، كرة إلى الخلف إلى جهاد بسمار، جهاد إلى بلال. بلال ما شاء الله عليه همة ونشاط لبلال المصري. كرة إلى الأمام يا عبد الله جمعة لكن إلى خارج أرضية الملعب من خلال عبد الله جنيات. إذن عبد الله جنيات وعبد الله جمعة كان بكرة مشتركة قبل قليل، رمي التماس لمصلحة فريق حطين. جلال ذكر على الكرة أيضا، يعطي الكرة لحسن بليلو. حسن بليلو يعني عم نشوف لاعبين شبان اليوم في فريق حطين. جلال ذكر على الكرة في ظل غيابات كما قلت لفريق حطين من خلال مجموعة من اللاعبين. طبعا كان لك محمد قطايا 3 بطاقات صفراء، وايضا عبد القادر غريب اصابه، ومحمد علي اصابه. وبالتوفيق للشبان في ارضيه الملعب لفريق حطين. امل الفريق في الموسم المقبل نقاشات كثيره وايضا اجتماعات كثيره في الاونه الاخيره، وخاصه في نادي حطين عندما كان هناك عوده للاعب فريق حطين الى فريق الرجال مصطفى جنيد. بالتوفيق لمصطفى لاعب منتخب شباب سوريا. هنا تعود الكرة من جديد لمصلحة بلال المصري، الكرة ناحية اليمين لمحمد القدور. محمد القدور لفريق الكرامة أمامه حسن بليلو. محمد يعني صراع الشباب هنا لمحمد القدور وحسن بليلو. تعود الكرة إلى الخلف لمحمود يونس، مقطوع الكرة من جانب عبد الله جنيات إلى الأمام، أيضا مقطوع الكرة من حسن أبو كف. ورمي التماس لمصلحة فريق الكرامة. التعادل السلبي مستمر بعد مرور 10 دقائق لعب من زمن الشوط الأول لهذه المباراة ضمن الزحمة في المباريات لهذا الأسبوع. يعني هناك مباريات كثيرة اليوم، هي مفصلية في دمشق وحلب، في دمشق الجيش مع تشرين، وفي حلب الاتحاد والطليعة، وأعين الجماهير على هاتين المباراتين. وبالتالي سيتحدد بطل الدوري من خلال مباراة اليوم. الكل يأمل في مشاهدة مباريات كبيرة وحماسية في الموسم المقبل كما شاهدنا في هذا الموسم مباريات كبيرة ورائعة على هذا الملعب، سواء كان لحطين أو حتى لتشرين. من أفضل المباريات التي كانت في هذا الموسم بين تشرين والاتحاد على هذا الملعب. الكل استمتع سواء كان في مدينة اللاذقية أو حتى في حلب أو حتى في دمشق. يعني كل الكلام الذي صدر بعد المباراة قال بأنها أفضل مباراة في هذا الموسم. هنا عبد الله جمعة ناحية اليمين كابتن فريق حطين، لكن مقطوعة الكرة من جانب عامر تركاوي إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس من خلال الحارس أحمد شيحة. دكة البدلاء لفريق حطين، بشار سرور، هنا محسن بسمة، ربيع سلوم، مجموعة من الكوادر وأيضا المجموعة
من اللاعبين الشبان ايضا. الكل ينتظر فرصته في فريق الرجال. هنا الكره مقطوعه من محمود يونس لفريق حطي، لكن مقطوع الكره من جانب حطي. هاني نوارة بكل ثقه، هاني نوارة بوسط ثلاث لاعبين فريق الكرمه. هنا الكره لمصلحه احمد كاظم، لكن مقطوع الكره من جديد ومن علي خليل بكره رائعه لبلال المصري. كره الى الخلف الى محمود يونس، يفتح اللعب ناحيه اليمين الامام، ناحيه اليسار ايضا لفريق الكرمه. كره مقطوعه لكن من هاني نوارة الى خارج ارضيه الملعب. كره خطيره كانت لفريق الكرامه، لكن هاني نوارة يقطع الكره في اللحظات الاخيره. رمي التماس في ظل تشجيع لفريق الكرامه ولجمهور الكرامه الذي اتى مع الفريق بالحافله من مدينه حمص الى هنا. كل التحيه لجمهور الكرامه، كل التحيه لجمهور الكرامه الكبير. ولا في كره داخل المنطقه، الجزاء كره خطيره من وسيم نباني. بعد الكره الى احمد كاظم، كره الى الامام مقطوعة من جديد لمصلحة جهاد بسمار. جهاد كرة إلى الخلف إلى بلال المصري. بلال 34 سنة وما شاء الله، ما شاء الله حتى الآن عطاء لهذا اللاعب بلال المصري. تاريخ كبير مع فريق الكرامة بلال المصري. كرة مشتركة ما بين حسن بليلو ومحمد القدور، لكن إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، رمي التماس في هذه اللقطة طبعا على الشاشة محمد القدور. وأيضا صورة للجمهور الذي قدم إلى هنا إلى ملعب الباسل رغم الطقس الصعب والحرارة المرتفعة. الكل يريد أن يراقب فريق حطين عن قرب. كرة إلى الأمام، مقطوع الكرة من جانب عبد الله جنيات إلى ناحية اليسار إلى عامر تركاوي. من جديد كرة إلى الخلف من جانب فريق الكرامة، كرة إلى الأمام لكن بين يدي الحارس عيسى الأشقر. طبعا هذا الاداء بعد الدقائق الاولى اللي كانت مسيره. هنا كره خطيره لمحمد عقاد، كره داخل منطقه الجزاء، كره خطيره. الله الله، لا 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 يا محمد العقاد، لا 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 يا محمد العقاد. كره كانت تدخل المرمى، كادت ان تدخل المرمى من محمد عقاد، والكل ينظر الى الكره. الجمهور شوف 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 اللقطه البطيئه. محمد عقاد، يا محمد عقاد، يا سلام على الكرة لو كانت داخل المرمى لأفرحت هذا الجمهور، لأفرحت هذا الجمهور. لكن بجانب القائم الأيمن لمرمى فريق الكرامة. أول فرصة في هذه المباراة بعد ما تكلمنا بأن المباراة هدأت، جاءت هذه الكرة من قبل محمد العقاد، لكن بجانب القائم الأيمن للحارس أحمد شيحان حارس مرمى فريق الكرامة. إذن كرة خطيرة كانت لمحمد العقاد صاحب 7 أهداف. يعني لو دخلت الكرة في المرمى لكان هناك مباركة للمولود الجديد من قبله في هذه الطريقة. كرة لمصلحة فريق حطين. عبد الله جمعة كابتن فريق حطين اليوم لمباراة اليوم. كرة على الأرض لكن مقطوع الكرة من جانب بلال المصري لفريق الكرامة. من جديد هنا المحاولة الجديدة لفريق الكرامة. على العموم الكرامة يهيئ كرة من الخلف ثم يتقدم عبر الوسط إلى الهجوم، لكن بشكل سريع. يعني شوفوا المهارات وشوفوا التمرير بشكل جيد رغم وجود شبان أيضا جدد في هذا الفريق. كرة إلى الأمام إلى جهاد بسمار، وراءه محمد عقاد، محمد عقاد، جهاد، لكن بكل ثقة جهاد بسمار يبعد الخطر من امام محمد العقاد. تعود الكره من جديد لمحمود اليونس. من جديد قدور الى ناحيه اليسار الى محمود. مقطوع الكره من جانب جلال دكر. عبد الله جمعه، محمد عقاد، ماذا ستفعل محمد عقاد؟ لكن مقطوع الكره من جديد لفريق الكرامه. بلال المصري، بلال الى قدور، يفتح اللعب الى وسط الملعب الى حسن ابو كف. حسن ابو كف، حسن ابو كف، هكذا نريد مباريات فعلا، هكذا نريد الحركه والنديه والاثاره. هنا عبد الله جمعه لكن مقطوع من جديد ايضا من جانب فريق الكرامه من اصل. يعني جهاد بسمار يقوم باداء رائع وملفت في هذه الجهه، الجهه اليمينيه لفريق الكرامه واليساريه لفريق حطين. تعود الكره من جديد لمصلحه ابراهيم بغدادي على جهه اليمين لحسن ابو كف. كره طويله اماميه لكن مقطوع من جهاد بسمار. حتى الان كما قلت يعني جهاد بسمار يقدم اداء طيب وملفت لجهاد بسمار لفريق الكرامه. رايه التسلل مرفوعه من جانب حكم
التماس المساعد الثاني فريد صحناوي في الجهة المقابلة من هنا، قدور إلى محمود اليونس. على العموم محمود اليونس له هدف على حطين بالأساس، يعني في طبعا في مباراة الذهاب التي انتهت إلى فوز الكرامة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، كان أحد أعمدة الأهداف، أحد أعمدة الفريق التي سجلت أهداف محمود اليونس من جانب فريق الكرامة. تعود الكرة من جديد، حسن بليلو ناحية اليسار إلى محمد عقاف، لكن إلى خارج أرضية الملعب، ربي التماس من جانب محمد القدور، رمي التماس بليلو إلى محمد عقاد، التقاء جيد لمحمد العقاد. تعود الكرة من جديد من جانب عبد الله جنيات، كرة إلى الأمام، مقطوع الكرة من وسيم بهان، وسيم بهان صخر الدفاع حطين. الحقيقة مستوى ثابت قدمه وسيم بهان في هذا الموسم لفريق حطين من خلال المنطقة الدفاعية، إلى جانب طبعا هاني نوار وحسن أبو كف. حسن أبو كف من أفضل أيضا اللاعبين اللي قدموا سواء كان بالمنطقة الدفاعية أو حتى في منطقة الوسط لفريق حطين. كرة لمصلحة أحمد شيحة لفريق الكرامة. عبد الله جنيات على جهة اليسار إلى عامر تركاوي، كرة على الأرض، مقطوع الكرة من هاني نوارة إلى جهة اليسار من جلال ذكر، محمد العقاد، جلال مرة جديدة إلى حسن بليلو، لكن مقطوع الكرة من محمد قدور هنا علي خليل، لكن أيضا مقطوع الكرة من جانب وسيم نبهان. عم نتكلم على وسيم نبهان، يعني شوفوا حتى الآن يعني مستوى راقي يقدم هذا اللاعب بإبعاد الكرات وأيضا بإبعاد الخطر من جانب فريق الكرامة. في المقابل فريق الكرامة دائما وأبدا هي الجهة اليمنى، حتى الآن هو المسيطر على تفكير فريق الكرامة من الجهة اليمنى من خلال بلال المصري وعلي خليل وأيضا محمد القدور. التعادل السلبي مستمر حتى الآن بعد مرور 19 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني لهذه المباراة. التعادل السلبي بعكس مباراة الموسم، طبعا مباراة الذهاب كما قلت يعني انتهت بفوز الكرامة بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. رمي التماس بلال المصري على الكرة، بلال المصري لكن مقطوع الكرة إلى رمي التماس جديدة لمصلحة حطين هذه المرة وليس لفريق الكرامة. على العموم مجموعة من اللاعبين الذين سجلوا أهداف في هذا الموسم مع فريق الكرامة، كما قلت علي خليل بثمان أهداف حتى الآن، هو مسجل ثلاث أهداف على الجهاد وهدف على المحافظة وهدف على المجد وعلى الوثبة وعلى الشرطة وعلى الوحدة. أيضا عماد الحموي هو متواجد هنا، عماد الحموي كما قلت يعني رقم 24 من جانب فريق الكرامة، أيضا يملك ثلاثة أهداف، هدفين على الجهاد وهدف على الطليعة. أيضا يعني شاهر كاخي ليس موجودا هنا في القائمة، لكنه يملك أيضا ثلاثة أهداف على الطليعة وعلى الوحدة وعلى حطين، أيضا أحد الأفراد أو أحد اللاعبين الذين سجلوا في مباراة الذهاب عندما فاز الكرامة بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. تعود الكرة من جديد لمصلحة فريق الكرامة، جهاد بسمار على الكرة، هنا عماد الحموي، تسديد من بعيد عماد الحموي لكن سهلي بين يدي الحارس عيسى الأشقر. كانت محاولة لعماد الحموي، طبعا عماد الحموي أيضا يملك كما قلت ثلاثة أهداف، وبالتالي حتى يعني الكل مشارك في موضوع التهديف، يعني ترى هناك فرق تملك شخص لاعب أو لاعبين أو ثلاثة لاعبين على بعض التقدير يسجلون الأهداف، لكن في فريق الكرامة هناك 12 لاعب سجل أهداف، 12 لاعب، هناك فهد عودي هدفين، محمد القويدر هدفين، ريف عبد الرحمن بهدف، ومهدي الحاج هدف، طبعا مهدي الحاج قصة أخرى، أيضا عبيدة السقي أيضا قصة أخرى عبيدة السقي، وهناك مهند إبراهيم وعمر جنيات محمود يونس وعلي زكريا، كل الأهداف يعني. في المقابل فريق حطين محمد عقاد سبعة أهداف، جلال ذكر أربعة، حسن أبو كف ثلاثة، أيمن أجيل اثنين، وعبد الله جمعة هدفين، ومحمد قطايا هدف. هنا خطأ لمصلحة فريق حطين على الكرة، جلال ذكر ماذا سيفعل جلال كرة مرفوعة إلى داخل الضغط الجزاء، كرة خطيرة لكن مبعدين من دفاع فريق الكرامة. من جديد هنا الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لمصلحة فريق الكرامة.
من جديد تعود الكرة لدفاع فريق الكرامة إلى الأمام. الكرامة إلى الأمام إلى علي خليل، مقطوع الكرة هنا من جديد علي خليل، يعني كل الكرة تصب في جهة علي خليل، لكن حتى الآن هناك حسن بليلو ووسيم مدهان يقدمان أداء طيب ومستوى جيد حتى الآن. هنا حماية للكرة من جانب جهاد بسمار حتى الآن، لكن كيف سيمر جهاد بسمار؟ هنا الكرة لمصلحة عبد الله جنيات لكن إلى خارج أرضية الملعب. كانت هناك محاولة لفريق الكرامة للسيطرة على الكرة وإعادتها إلى منتصف الملعب، لكن حصار حطيني وكان في النهاية هو يعني الفائز بكسب رمي التماس لمصلحة حطيني. هنا كرة إلى خارج أرضية الملعب من جانب جهاد بسمار، وأول ركلة ركنية لفريق حطين، أول ركلة ركنية لفريق حطين. وهنا طبعا اللافتة يا ريت يعني حتى المخرج يعني كلام جميل، وطن براحة الشهداء. ايضا هناك بطولاتكم عادت لنا الحياه، تحيه للجيش العربي السوري. الكره مرفوعه لدى منطقه الجزاء، كره خطيره لكن ابعاد للكره من جديد. هنا فرصه لفريق حطين لكن مبعدي كما قلت. يعني هناك طبعا لافته، بطولاتكم عادت لنا الحياه. هناك كره خطيره لكن يبدو هناك رايه وتسلل، هناك رايه وتسلل غير محتسب. اذا رايه وتسلل، يرفع الحكم المساعد الثاني. إذن عم نشوف باللقطة الماضية هنا الكرة داخل منطقة الجزاء، متسلل يبدو كان على الكرة عبد الله إجمعة. إذن تعود الكرة من جديد لفريق الكرامة، من جديد كرة إلى الأمام لمصلحة علي خليل. علي خليل كرة خطيرة لكن مبعدين وسيم نبهان على دفعتين. من جديد تعود الكرة إلى إبراهيم بغدادي لكن مقطوعة الكرة، مقطوع الكرة. وهنا إيقاف للاعب أيضا لمعالجة اللاعبين. عم نشوف اللقطة الماضية، هنا التسلل. شكرا لزملائك فعلا، يعني رغم الإمكانيات المتواجدة هنا في قناة أوغريت نستطيع قدر الإمكان أن نحصل على الصورة الصحيحة. تحية لكل الزملاء، تحية لكل من يعمل في هذا طبعا في عربة النقل وفي استديوهات قناة أوغريت. على الرغم من الإمكانيات، الكل يعرف ما هي الإمكانيات، لكن الحمد لله نحن نوصل الصورة والصوت لكل أنحاء العالم، ليس فقط في مدينة اللاذقية، لكل يعني لكل أنحاء، حتى لكل الجاليات العربية السورية في كل مكان اللي عم يشاهدونا عبر قنوات النت. أيضا تحية لكم، ونحن نقوم بما أملي علينا من طبعا لحب الجماهير لكرة القدم. نحن نعلم أيضا، وهنا يعني المخرج والمصورين ما شاء الله عليهم عم يلقطوا يعني الجماهير واللقطات الطريف في هذا الجو العاصف، طبعا الجو العاصف من وراء يعني الشمس الحارقة. إذن تلعب الكرة مباشرة إلى الحارس من قبل فريق حطين. أيضا الروح الرياضية الموجودة، والحمد لله كنا نتكلم كثير عن الروح الرياضية. على العموم التعادل السلبي مستمر حتى الآن. هنا جهاد بسمار، كرة إلى الأمام لمصلحة عماد الحموي على جهة اليمين بلال النصري، لكن إبعاد للكرة من حسن بليلو ويحصل على خطأ. حسن بليلو يحصل على خطأ لفريق حطين بعد مرور 26 دقيقة تعب من زمن الشوط الأول لهذه المباراة. التعادل السلبي مستمر ما بين الفريقين. على العموم الفريقين التقوا 38 مرة، فاز الكرامة ب 21 مرة. الكرامة فاز ب 21 مرة وسجل 53 هدف، حطين فاز 9 مرات وسجل 17 هدف. الفارق كبير، الفارق كبير بلقاءات الفريقين. حطين فاز 9 مرات، الكرامة فاز ب 21 مرة وتعادل ب 8 مرات. أيضا سجل الكرامة 53 هدف، حطين 17 هدف. هنا كرة مرفوعة لداخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة من جديد، جلال ذكر داخل منطقة الجزاء لكن كرة خطيرة مبعدي من دفاع فريق الكرامة. محاولة كانت قوية لفريق حطين. هنا الكرة لمصلحة علي خليل أمام هاني نوارة، يقطع الكرة من جديد إلى فريق الكرامة لكن هنا على الصدر جاء
بشكل جيد احمد كاظم اللاعب الشاب لفريق حطيني. جلال ذكر جلال كره على الارض لكن الى خارج ارضيه الملعب من جانب عماد حموي لاعب فريق الكرامه. من جديد هنا الفرصه لمصلحه فريق حطين. احمد كاظم على جهه اليسار امام جهاد بسمار. احمد كاظم ويحصل على الركنيه الثانيه. احمد كاظم على الركنيه الثانيه لاحمد كاظم من فريق حطين. محاولات طبعا كثيره في الاونه الاخيره في الدقائق الاخيره. حطين يضغط بشكل جيد حتى الان على مرمى فريق الكرامه. جلال ذكر على الكره ركله ركنيه ثانيه لفريق حطين. جلال كره مرفوعه الى داخل منطقه الجزاء كره خطيره لكن ابعاد من احمد الشيحه حارس مرمى فريق الكرامه. من جديد تعود المحاوله لفريق حطين من الجهه اليمنى. هناك على الكره حيدر احمد. حيدر ما زال يملك الكره. حيدر احمد يعكس الكره ايضا الى جهه اليسار الى حسن بليلو يرفع الكره الى داخل منطقه الجزاء. الله 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 يا حسن بليلو. الله الله يا حسن بليلو كاد يسجل الهدف الاول لحطين. حسن بليلو بكره رائعه. عم نشوف شوف 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 اللقطه البطيئه. كره مرفوعه لحسن بليلو الى داخل منطقه الجزاء. اوه كره خطيره. احمد شيحه يبعد الكره ويحافظ على شباكه نظيفه حتى الان. كره خطيره. برافو يا حسن بليلو. برافو يا حسن لاعب شاب. نحن نشجع الشباب سواء كان في حطين او في الكرامه. برافو على الشباب. يعني فرصه ايضا لاثبات الذات هنا طبعا زاويه اخرى لحسن بليلو. عم نشوف يرفع الكره الى داخل منطقه الجزاء هي بطريقه الى المرمى. احمد شيحه يبعد الكره. يا سلام عليك يا احمد شيحه ايضا. يا سلام عليك يا احمد شيحه في الكره في اللقطه الماضيه وابعاد للخطر وابعاد للهدف. هنا الصوره لمحسن بسمه طبعا هو مدير الفريق مدير فريق حطين محسن بسمه. ملاعب كثيره زارها هذا الرجل محسن بسمه عندما كان حكما دوليا في ملاعب كره القدم السوريه وايضا على طبعا على مستوى اسيا. بالتوفيق لحطين بالتوفيق لمحسن بسمه وبالتوفيق لتشرين وبالتوفيق للكرامه. طبعا بشار اسرور في الاونه الاخيره عندما كنا نتحدث بانه ابناء النادي يجب ان يقودوا الفريق. يعني تصوروا لحالة استثنائية في هذا الموسم عندما أتى فريق الأهلي حلب طبعا فريق الاتحاد عندما أتى بأول رجل يقود الفريق من خارج المنظومة الاتحادية يعني من خارج مدينة حلب هو طبعا الكابتن ماهر بحري هو يقود فريق الاتحاد في هذا الموسم. لكن طول عمره يعني الاتحاد يملك لاعبين ويملك مدربين ويملك كوادر كانت طبعا وقدمت الكثير والكثير في الكره الاهلاويه. هنا ركله ركنيه ثالثه لفريق حطين كره مرفوعه داخل منطقه الجزاء مبعده من جانب عماد الحموي. هنا حسن بليلو من جديد حسن لكن يا حسن الى خارج ارضيه الملعب. يعني عم يجرب حظه يعني ممكن الثانيه او الثالثه تزبط معه لحسن بليلو. بالتوفيق لحسن بليلو ايضا هناك على مستوى فريق الكرامه عماد الحموي. هناك ايضا علي زكريا ومحمد القدور ما شاء الله عليهم ايضا اللاعبين. ان شاء الله الامل موجود للكره السوريه في المستقبل القريب. هناك كره احمد كاظم نشوف يعني يتناغم مع محمد عقاد لكن الى خارج ارضيه الملعب. ربي التماس ربي التماس لمصلحه فريق الكرامه. يعني في الدقائق الاخيره شاهدنا حطين يضغط بشكل جيد واكبر دليل على انه ثلاث ركنيات حتى الان لهذا الفريق في هذا الشوط. وبشار سرور يمني نفس بان يقدم حطين اليوم مباراه للذكرى. لماذا؟ يعني الجمهور هو عاد من خلال نتائج حطين الاخيره. صحيح هناك مشاكل، صحيح هناك نقد، لكن عندما يسير الانسان بخط هو يراه ناجحا لا يعير اهتمام في الحقيقه. المهم يعني يبقى النادي ويبقى اللاعبين ويبقى الجمهور وتبقى كرة القدم السورية. بلال المصري على الكرة. بلال كرة داخل منطقة الجزاء مبعدة من جانب جلال ذكر. هناك كرة مشتركة ما بين عبد الله جمعة وجهاد بسمار. ليس جهاد بسمار وإنما علي زكريا إلى خارج أرضية الملعب. رامي التماس من جديد تعود الكرة
لمصلحة فريق حطين، يعني كرة متبادلة ما بين الفريقين حتى الآن بعدم استقرار. هنا الكرة ناحية اليسار من جانب وسيم بهان إلى حسن بليلو، حسن بليلو يعيد الكرة إلى الخلف إلى وسيم بهان، كرة على الأرض من جانب إبراهيم بغدادي إلى هاني نوارة، هاني نوارة كرة إلى الأمام لكن مقطوعة الكرة من جانب عبد الله جنيات. من جديد بغدادي، حيدر، مجموعة من الكرات ما بين الثلاثي لك حيدر أحمد وإبراهيم بغدادي وأيضا حسن بن كف، وتصل الكرة إلى هاني نوارة، هاني كرة إلى الأمام إلى محمد العقاد في المنتصف لكن مقطوعة الكرة لكن إلى خارج أرضية الملعب من جانب طه العائق لفريق الكرامة. حسان عباس بعد سنوات طويلة يتذكر هذا اللاعب عندما كان يلعب لفريق الكرامة في عام 2006 عندما تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة أبطال آسيا، هناك عندما لعب مع جنوب كوريا الجنوبي في مدينة حمص وفاز. طبعا صحيح هو فاز الكرامة لكن جنوب هو الذي حصل على اللقب، وبالتالي كانت كرة القدم لفريق الكرامة في عام 2006 استثنائية بكل معنى الكلمة، هي استثنائية للكرة السورية وليس فقط للكرة الكرماوية. الوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا هي إنجاز بحد ذاته، وبالتالي نحن نمني النفس أيضا في السنوات المقبلة إعادة الروح لهؤلاء، إعادة الروح للاعبين للأندية في أن تصل إلى دوري أبطال آسيا وليس فقط إلى كأس الاتحاد الآسيوي الذي يمثلنا في نادي الوحدة ونادي الجيش بالموسمين الماضيين. إن شاء الله نشاهد أندية أخرى في المواسم المقبلة بكأس الاتحاد الآسيوي وأيضا في دوري أبطال آسيا. هنا كرة لمصلحة فريق حطين، كرة الجزاء، كرة بعيدة لكن هذه نوارة من جديد، تعود الكرة لمصلحة عبد الله جمعة إلى جلال ذكر، من جديد كرة إلى الخلف إلى حسن بليلو، حسن بالناحية اليسار لمصلحة هاني نوارة، يعكس كرة داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة لأحمد كاظم، تعود الكرة من جديد، الله إبعاد للكرة من جانب عامر تركاوي، إبعاد للكرة وفرصة كبيرة وخطيرة لمصلحة فريق حطين، والركنية الرابعة. هنا الإعادة بالحركة البطيئة، يعكس الكرة داخل منطقة الجزاء هاني نوارة لكن يسدد داخل منطقة الجزاء على دفعتين لكن يبعد الكرة عامر تركاوي، ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء وإبعاد من جانب جهاد بسمار، من جديد حسن بليلو يجي اليسرى هنا داخل منطقة الجزاء لكن يبدو في حالة تسلل، يبدو في حالة تسلل. يا سلام عليك يا حطين، يا سلام عليك يا حطين على مستوى في الشوط الأول، الحمد لله. يعني عم نشوف اللقطة الماضية حسن بليلو يشكل خطورة بشكل دائم يعني بالكرات الساقطة داخل منطقة الجزاء لكن عبد الله جمعة كان في موقف تسلل، كان في موقف تسلل. على العموم نشاهد اليوم أيضا كرات داخلي على مرمى الفريق الآخر من جانب فريق حطين على مرمى فريق الكرامة، وبالتالي هناك خطورة كبيرة في تلك الكرات. هنا بلال المصري ناحية اليسار، علي خليل هل سيسدد لكن مقطوع الكرة من إبراهيم بغدادي، من جديد لمصلحة محمود يونس كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء وحسن بليلو يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ويبدو أول ركلة ركنية في هذا الشوط وفي هذه المباراة لمصلحة فريق الكرامة. إذن ركلة ركنية أولى لمصلحة فريق الكرامة، بلال المصري على الكرة ونحن نلعب في الدقيقة 36. ماذا سيفعل بلال المصري؟ على الضغط الحطين، الكره مرفوعه الى داخل منطقه الجزاء مبعده من جانب حسن ابو كف، من جديد محاوله جديده لفريق الكرامه، هنا بلال المصري لكن حسن بليلو الى احمد كاظم يبعد الكره الى الامام الى محمد عقاد والى خارج ارضيه الملعب رمي التماس. طبعا في الاونه الاخيره عم نشوف ضغط حطيني بشكل قوي على فريق الكرامه لكن هناك هبات لفريق الكرامه يمكن ان يستفيد منها فريق طبعا من خلال الهجوم المرتد. هنا كره لمصلحه بلال المصري ويحصل على خطأ بكرة مشتركة مع حسن بليلو. بلال المصري لاعب فريق الكرامة 34 سنة ما شاء الله عليه حتى الآن بقمة اللياقة وبقمة أيضا الفكر الذهني في أرضية الملعب. شوف باللقطة البطيئة، شكرا للزملاء في عربة النقل. إذن على الكرة بلال المصري وكرة بمصلحة فريق الكرامة، هي قريبة من خط ال 16 تقريبا حوالي 22 متر عن مرمى عيسى الأشقر. بلال المصري كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء مبعدة من حسن بليلو حتى الآن يقدم مستوى رائع. هنا الكرة
لمصلحة محمد عقاد. هل سيستفيد من الهجمة المرتدة محمد عقاد إلى جانبه أيضا محمود اليونس، يبدو ليس مهمنا طه العائق. طه العائق يعني هو طه يريد أن يعود الكرة التي فاتت قبل قليل واستفاد منها محمد عقاد في السرعة إلى الأمام. عن شبه اللقطة الماضية إذن رمي التماس، جلال ذكر على الكرة، مقطوع الكرة من جانب جهاد بسمار من جديد، وهنا محمد قدور مقطوع من وسيم نبهان إلى حسن بليلو، جلال كاظم ويحصل على خطأ ويحصل على بطاقة صفراء محمد قدور، يحصل على بطاقة صفراء محمد القدور، بطاقة صفراء. عم نشوف اللقطة الماضية واللقطة البطيئة للخطأ الذي وقع فيه طبعا محمد القدور، وبطاقة صفراء بالعموم يعني أكثر مباراة كانت بين الفريقين من حيث البطاقات هي كانت عام 2008 عندما كان هناك 2 بطاقات صفراء، 4 لحطين و4 للكرامة. إذن كما قلت حتى بلقاءات الفريقين 21 مرة لفريق الكرامة و9 مرات لفريق حطين وتعادلوا 8 مرات، لكن بالكأس بكأس الجمهورية فاز الكرامة طبعا التقوا 7 مرات، فاز الكرامة 3 مرات، حطين مرة واحدة وتعادلوا 3 مرات. هنا جلال ذكر على الكرة، كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس يخرج من مرماه، هنا كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لحيدر أحمد. الله 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 لأحمد كاظم، أحمد كاظم كاد يسجل هدف التقدم، لكن إلى ركلة ركنية خامسة لمصلحة فريق حطين. الضغط ما زال مستمرا لفريق حطين في هذا الشوط، ضغط مستمر حتى الآن. جلال ذكر على الكرة، جلال ذكر على الكرة الركنية الخامسة لفريق حطين حتى الآن، الركنية الخامسة، الكرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة من عبد الله جمعة، تعود الكرة من جديد، حيدر حيدر هنا حسن أبو كف، لكن مقطوعة الكرة من جانب فريق الكرامة، لا أحد سوى وسيم نبهان في الخلف، هو وإبراهيم بغدادي طبعا. حتى الآن إذن فريق حطين يقدم التهاني لفريق الكرامة من خلال عودته إلى الخلف فريق الكرامة. هنا محمد عقاد يسدد عليه الكرة، لكن كرة خطيرة كانت لأحمد كاظم، لكن لم يلحق بالكرة، لم يلحق بالكرة أحمد كاظم. هل هي لمسة يد أم ماذا؟ إذن خطأ لمصلحة حطين قبل 5 دقائق فقط على نهاية الشوط الأول، والتعادل السلبي مستمر والضغط الحطيني مستمر. إذن أزرق حطين طبعا يضغط على أزرق الكرامة، طبعا هناك النصر الأزرق لفريق حطين والحوت الأزرق لفريق الكرامة والحوت الأزرق لفريق حطين، يعني طبعا هو لقب أيضا لهذه الفرق العريقة. إذن خطأ لمصلحة فريق حطين، كرة داخل منطقة الجزاء لكن خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى. إذن في ذهابا فاز الكرامة ب3 أهداف مقابل هدف واحد على حطين، وسجل يومها محمود اليونس وفهد عودي وشاهر كاخي، وسجل لحطين جلال ذكر. أيضا في الموسم الماضي فاز حطين ذهابا وإيابا، فاز ذهابا بهدف مقابل لا شيء وإيابا بهدفين مقابل هدف واحد، لكن من خلال لقاءات الفريقين أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت للكرامة ب5 أهداف مقابل هدفين موسم 2006-2007، سجل يومها للكرامة عبد الرحمن عكاري هدفين وفابيو سانتوس البرازيلي بهدفين ويوسف سليمان هدف، سجل لحطين يومها مروان سيدي هدفين. إذا ذكريات جيدة ورائعة من حيث أيضا تسجيل الأهداف ما بين حطين والكرامة. كيف سنرى الشوط الثاني وكيف سنتابع الدقائق الأخيرة من الشوط الأول من هذه المباراة؟ حسن أبو كف على الكرة، كرة إلى الأمام، عبد الله جمعة كابتن الفريق اليوم إلى حيدر، حيدر يفتح اللعب ناحية اليسار إلى محمد عقاد، لكن مقطوع الكرة من جانب جهاد بسمار من جديد في وسط الملعب، وهنا إخراج الكرة إلى خارج أرضية الملعب لمعالجة اللاعب محمد القدور من جانب فريق الكرامة. لكن في المقابل يعني هناك نتيجة كبيرة لفريق الكرامة ب5 أهداف مقابل هدفين، لكن أكبر نتيجة لحطين على الكرامة كان ب4 أهداف مقابل 3، 4 أهداف مقابل 3 لحطين على الكرامة موسم 2002-2003. طبعا سجل لحطين يومها عارف الأغا هدفين
وسليم جبلاوي هدفين. يا سلام يا سلام على الذكريات، ويا سلام على الأرشيف من أفضل الهدافين الذين مروا على نادي حطين بخلال العقود التي مرت، عارف الآغا وسيد بيازيد، وهناك سليم جبلاوي كما ذكرت. أيضا يومها سجل لي الكرامة 3 أهداف، هناك عاطف جنيات هدفين، وأحمد تركماني اللي عم نشوفه مساعد مدرب اليوم لفريق الكرامة سجل هدفا في تلك المباراة. على العموم كما قلت، كل لقاءات الفريقين بين حطين والكرامة على مدى سنوات طويلة كان هناك أهداف، وبالتالي عندما نتحدث عن الكرامة، الكرامة هو النادي الوحيد الذي فاز بالدوري 4 مرات متتالية فاز فريق الكرامة، بينما شبلة أول نادي سوري يفوز ب3 مرات متتالية ببطولة الدوري السوري لكرة القدم. أيضا الكرامة أكثر نادي جمع الثنائي الدوري والكأس. يا سلام، أرشيف كبير حتى على مسألة الفئات العمرية بنادي الكرامة، يعني دوري الشباب 9 مرات، ودوري الناشئين 7 مرات، ودوري الأشبال 7 مرات. أرشيف كبير ورائع لفريق الكرامة. رمي التماس لمحمد القدور، يبدو الكرة لمصلحة فريق حطين إلى حسن بليلو. رمي التماس، كرة إلى الأمام إلى أحمد كاظم، يبدو خطأ على بلال المصري، خطأ على بلال المصري قبل نهاية هذا الشوط بدقيقة واحدة. كم دقيقة سيكون هناك للحكم الرابع لمباراة اليوم أحمد شحادي؟ وهنا الخطأ لمصلحة فريق الكرامة على الكرة، وسيم نبهان، وسيم نبهان على الكرة، وسيم نبهان على الكرة، كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء بقبضة إيده الحارس أحمد شيحة، يبعد الكرة من جديد، وسيم نبهان على الكرة ناحية اليسار لجلال زكر، ماذا سيفعل حطين في الدقائق الأخيرة؟ هنا حماية للكرة من جانب جهاد بسمار، حماية للكرة من جهاد بسمار، وإلى رمي التماس لمصلحة فريق الكرامة. تعود الكرة من جديد لحطين، محمد عقاد، لكن مقطوع الكرة من جانب دفاع فريق الكرامة. هنا محمد قدور على الكرة إلى بلال المصري، بلال يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب أيضا لمعالجة لاعب الفريق. 3 دقائق وقد بدل ضائع، 3 دقائق وقد بدل ضائع في هذا الشوط. إذن 3 دقائق، كما قلت حتى الآن الجيش متصدر هذا الدوري ب 49 نقطة، يليه الاتحاد ب 49 نقطة، الجيش يلعب الآن مع 20 والاتحاد يلعب مع الطليعة في نفس الوقت، والمباريات حساسة جدا جدا ما بين الجيش والاتحاد، في حال فوز أحد الفريقين وخسارة الآخر سيكون هناك تقدم وانفراد في صدارة الدوري السوري لكرة القدم. بينما هنا الكرامة في المركز الثامن ب 29 نقطة وحطين بمركز العاشر ب 26 نقطة. على العموم بأرشيف طبعا هذا الموسم لفريق الكرامة فاز 7 مرات وتعادلت 8 مرات وخسرت 8 مرات، له 27 هدف وعليه 26، يعني الهجوم أكثر من الدفاع، بعكس حطين الذي له 24 هدف وعليه 28. ايضا مشكله دفاعيه حتى، لكن حتى الان نشاهد في الاياب، في مرحله الاياب يعني مستوى جيد لدفاع فريق حطين في الاونه الاخيره. في الحقيقه صحيح هو فاز ب6 مرات وتعادل 8 مرات وخسر 9 مباريات، حاله وحال نادي تشرين اليوم اللي عم يخسر على ارضه وبين جمهوره، وبالتالي كان هناك حوالي 12 نقطة أيضا أو 9 نقاط، وليس 12 نقطة، 9 نقاط لفريق تشرين أو حتى لفريق حطين أضاعها على هذا الملعب في هذا الموسم. حسن بليلو على الكرة، رمي التماس، كرة إلى الأمام لمصلحة عبد الله جمعة كابتن فريق حطين. أحمد كاظم لم يلحق بالكرة إلى محمد قدور من جديد إلى إبراهيم بغدادي، إبراهيم يفتح اللعب ناحية اليمين إلى حسن أبو كف، حسن أبو كف بكرة طويلة إلى الأمام إلى داخل منطقة الجزاء، لكن الأقرب والأسهل إلى الحارس أحمد شيحة، الأقرب والأسهل إلى الحارس أحمد شيحة، يبدو أنه ارتاح أحمد شيحة في الدقائق الأخيرة بعد الضغط الحطيني الذي استمر طويلا في هذا الشوط. على العموم حطين قدم مستوى طيب في هذا الشوط من خلال
الضغط يعني اللي تلخص يعني خمس ركنيات لفريق حطين في هذا الشوط دليل كبير وواضح بأن حطين يسير بالطريقة الصحيح في هذه المباراة حتى الآن. حتى الآن نقول حتى الآن يعني هناك شوط ثاني، هناك 45 دقيقة ثانية سنراها في هذه المباراة. عامر تركاوي على الكرة، كرة إلى الأمام إلى محمود اليونس من جديد. عامر هنا محمود اليونس، هناك كان طه العائق وليس محمود اليونس. تعود الكرة من جديد لمحمد القدور في وسط الملعب، يبدو على الكرة عماد الحموي إلى محمد القدور. قدور ماذا سيفعل؟ هناك كرة على الأرض لكن وانتو كانت مع بلال المصري وأيضا عماد الحموي، لكن لم تكتمل الصورة، لم تكتمل الصورة بالنسبة لفريق الكرامة. هنا رمي التماس، وهنا الحكم الدولي محمد قرام، ونحن نلعب في الدقيقة الأخيرة فعلا ثلاث دقائق كما قلت، وقد بدل ضائع في هذا الشوط. تعادل كرة من جديد من جهاد بسمار إلى علي خليل، علي خليل لكن إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، رمي التماس، والحكم الدولي ينظر إلى ساعته الآن. يعلن الحكم الدولي محمد قرم نهاية الشوط الأول من هذه المباراة بالتعادل السلبي ما بين حطين والكرامة في طبعا ضمن مباريات مرحلة 24 من الدوري السوري لكرة القدم. استراحة لمدة ربع ساعة، نعود هي إلى استديوهات طبعا تلفزيون أوغريت وإذاعة أمواج. إلى اللقاء. مشاهدي الاعزاء، مشاهدي قناه وغريدة التلفزيونيه وايضا مستمعي اذاعه امواج، نعود بكم الى ملعب الباسل في مدينه اللاذقيه لننقل لكم على الهواء مباشره مجريات الشوط الثاني لهذه المباراه الذي انتهى بين حطين والكرامه من دون اهداف في الشوط الاول. الشوط الثاني ان شاء الله نشاهد شوط ثاني اكثر اثاره واكثر حماس، وبالتالي نحن متعودون على طبعا ارشيف الدوري السوري يقول ذلك بان مباريات حطين والكرامه تكون بمجملة قوية وهناك أهداف. على العموم كان هناك تبديل واحد فقط بخروج جهاد بسمار ودخول لفهد عودي من فريق الكرامة. فهد عودي اللاعب الخبير، وبالتالي إذن فريق الكرامة يريد أن يحافظ على رتمه طبعا من خلال خط الوسط، وأيضا التقدم إلى مرمى حطين من خلال تدعيم خط الوسط. وفهد عودي اللاعب الكبير يعني لاعب مشهود له بالملاعب السورية. إذا مباشرة للتعرف على لاعبي الفريقين اللي كل اللي انضموا لنا في الشوط الثاني من هذه المباراة لفريق الكرامة. أحمد شيحة في حراسة المرمى، عامر تركاوي، عبد الله جنيات، جهاد بسمار خرج ودخل عوضا عنه فهد عودي، محمد القدور. هنا كرة لمصلحة فريق الكرامة لكن مقطوعة الكرة. إذا كما قلت فهد عودي. تعود الكرة من جديد لمصلحة عبد الله جمعة لفريق حطين، و لا والله جهاد بسمار موجود، والله موجود جهاد بسمار وليس يعني طبعا راح نتابع من الذي خرج ودخل عوضا عنه فهد عودي. على العموم هناك علي زكريا رقم، هنا كرة لكن في حالة تسلل، في حالة تسلل طبعا دخول لفهد عودي عوضا عن من؟ اذا كما قلت يعني فهد عودي دخل عوضا عن من؟ اذا طه العايق فعلا، شكرا للحكم الرابع. طه العايق خرج ودخل فهد عودي من فريق الكرامه رقم 11. اذا ايضا هناك بلال المصري، فهد عودي، عماد الحموي، وعلي خليل، ومحمود اليونس، ومحمد القدور، وبلال المصري كما قلت. بالنسبه لفريق حطين، عيسى الاشقر في حراسه المرمى، هاني نواره، وسيم الفهان، حسن ابو كف، حسن الليلو، ابراهيم بغدادي، جلال ذكر، حيدر احمد، واحمد كاظم، وعبد الله جمعه، ومحمد العقاد. اذا ثلاث دقائق على بدايه الشوط الثاني لهذه المباراه. حتى الان النتيجه سلبيه. ان شاء الله يكون هناك تعليمات في بين الشوطين ما بين مدربي الفريقين، سواء كان حسن عباس، كان من حسان عباس او من بشار سرور، وبالتالي لتقديم الافضل في الشوط الثاني. عموما في الشوط الاول فريق حطين قدم كره جميله وتقدم الى مرمى
الكرامة بعدة فرص، لكن في النهاية خرجت أو خرج الشوط الأول من دون أهداف. عم نشوف الحركة البطيئة، الكرة المشتركة بين لاعبي حطين والكرامة، وفي النهاية خطأ لمصلحة وسيم نبهان. إذن وسيم نبهان على الكرة لمصلحة فريق حطين، حطين اللباس الأزرق مع الأبيض، والكرامة باللباس الأبيض مع الأرجواني. تعود الكرة من جديد لمصلحة عبد الله جمعة. اليوم عم نشوف نشيط جدا عبد الله جمعة في المنطقة الأمامية، لكن يصطدم بدفاع فريق الكرامة. هنا كرة للكرامة لكن الأقرب إلى هاني نوارة، وإبعاد للكرة. يعني كان هناك استعجال أو يعني ترك الكرة من يعني من جانب لاعبي فريق حطين، وبالتالي هاني نوارة يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، رمي التماس لمصلحة فريق الكرامة. ماذا سيفعل فريق الكرامة في الشوط الثاني بعد دخول فهد عودي إلى أرض الملعب؟ تعود الكرة من جديد، عبد الله جنيات إلى محمود اليونس، يسدد محمود اليونس لكن إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة فريق حطين. طبعا كان هناك في اللقطة الماضية عم نشوف حسان عباس على الشاشة ذكريات لهذا اللاعب والكابتن حسان عباس على مدى سنوات طويلة. إذا كرة إلى الأمام لمصلحة محمد العقاد، لكن مبعدة من جانب فريق الكرامة ومن جانب جهاد بسمار إلى رمي التماس لمصلحة فريق حطين. يبدو أيضا هناك دخول لأيمن عقيل، إذن دخول لأيمن عقيل لفريق الكرامة. راح نشوف ونتابع أيضا عوضا عن من، يعني ما شاء الله التغييرات كانت مباشرة على الخط، ما لحقنا عليهم. على العموم راح نتابع تعادل الكرة من جديد لمصلحة فريق الكرامة. كرة في وسط الملعب لفهد عودي من جديد. عم نشوف يعني مجموعة من الكرات لفريق الكرامة بشكل متوازن. هنا تسديد من بعيد من عبد الله جنيات يبدو. إذن عبد الله جنيات إلى خارج أرضية الملعب. إذن كوكبة من الجماهير الكرماوية هنا على مدرجات المنصة الرئيسية لملعب باسل، وبالتالي تشجيع حتى الآن لم يهدأ فريق أو جمهور فريق الكرامة. أيمن عقيل على الكرة، أيمن كرة إلى الأمام إلى محمد عقاد داخل منطقة الجزاء لكن إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية سادسة، إذن ركلة ركنية سادسة لفريق حطين. عم نشوف باللقطة الماضية محمد عقاد يدخل داخل منطقة الجزاء لكن إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية لمصلحة حطين، ايضا لمصلحه حطين على الكره. حسن ابو كف ايضا يعني عم نعزبه للكابتن احمد شحادي دائما. يعني ايمن عقيل دخل حطين عوضا عن من، ايضا ركله ركنيه سادسه لفريق حطين على الكره. حسن ابو كف كره داخل منطقه الجزاء، ايضا عوضا عن حيدر احمد ايمن عقيل دخل عوضا عن حيدر احمد. هنا كره داخل منطقه الجزاء، كره خطيره لمصلحه فريق حطين لكن تعود من جديد ايمن عقيل، وهنا الكره من عابر تركاوي الى الامام الى علي خليل. علي خليل بمواجهه وسيم نبهان المتوثب، وسيم نبهان اذا وحش الكره الحطينيه. وسيم نبهان يبعد الكره الى خارج ارضيه الملعب، رمي التماس. اذا حيدر احمد خرج ودخول لرقم 9 أيمن عقيل من حطين. على العموم الحمد لله نحن نتدارك الأسماء مباشرة، صحيح هناك عدم تنسيق ما بين الجميع في هذا طبعا في كل الموسم الكرة، هناك تقصير سواء كان المكتب التنفيذي أو فرع الاتحاد الرياضي في مدينة اللاذقية لضرورة يعني دائما وأبدا يعني يكون هناك تنسيق في موضوع سكور المباراة، وأيضا هناك يجب أن يكون هناك تنسيق مع الإعلام بهذا الخصوص. على العموم الكل متعاون والحمد لله، لكن تبقى بعض الثغرات. هنا كرة لمصلحة فريق حطين من جديد، أيمن عقيل على الكرة،
الكرة إلى الأمام لمحمد عقاد المتسلل، وعبد السلام حلاوي يرفع راية التسلل. عبد السلام حلاوي وفي لقطة لتسلل محمد عقاد، أيضا كرة لمصلحة فريق الكرامة بعد مرور 8 دقائق لعب من زمن الشوط الثاني لهذه المباراة بين حطين والكرامة. حطين الذي يماني نفسه بالفوز بهذه المباراة، وخاصة بأنه يعني كل المتابعين من جمهور حطين يقول بأننا يجب أن نفوز في هذه المباراة لكي نرتاح. هنا الكرة بعيدة لكن بين أحضان الحارس عيسى الأشقر. عيسى الأشقر إذن تعود الكرة من جديد لمحمد عقاد، لكن مقطوع الكرة من فهد عودي. كرة إلى الأمام، يعني فهد عودي يريد أن يضع كل الكرات إلى داخل منطقة جزاء حطين. هنا صراع على الكرة، عبد الله جنيان إلى محمود اليونس. محمود في وسط الملعب بكرة مشتركة مع عبد الله الجمعة. كرة إلى ناحية اليسار لفهد عودي. فهد كرة إلى الخلف إلى عامر الكاوي. عامر بكرة لكن مقطوع من حسن أبو كف. من جديد مقطوع الكرة من جانب عبد الله جنيات لكن إلى حسن بليلو. حسن بليلو من جهة اليسار. حسن بليلو أيضا يعيد الكرة إلى إبراهيم بغدادي. إبراهيم لكن أيضا مقطوعة من جانب علي زكريا من جانب فريق الكرامة. تعود الكرة من جديد جلال ذكر. كرة الأمام طويلة أمامية، هل يلحق بالكرة أحمد كاظم ناحية اليسار؟ تعود الكرة بجديد أحمد كاظم. يا سلام عليك يا أحمد. هنا أيمن عقيل. لوين 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 تاركني رايح لوين؟ أيمن عقيل إلى خارج أرضية الملعب. الكل استنفر لتلك الكرة، الكل استنفر لتلك الكرة لأيمن عقيل وقال بأنه أيمن سيسجل الهدف الأول، لكن إلى خارج أرضية الملعب وإلى خارج المرمى، وتبقى النتيجة على حالها من دون أهداف بين حطين والكرامة. الكرامة في المركز الثامن ب 29 نقطة وحطين المركز العاشر ب 26 نقطة. في حال الفوز فريق حطين سيتقدم على فريق الكرامة في هذه المباراة، لكن الكرامة فريق يتحضر بشكل جيد للموسم القادم، ونتمنى من فريق الكرامة ومن القائمين على نادي الكرامة أن يعيدوا هذا الفريق الرائع، أن يعيدوا أمجاد الكرة السورية. من بوابة فريق الكرامة عندما تأهل إلى المباراة النهائية فريق الكرامة عام 2006 كل جمهور سوريا كان كرماوي، كل جمهور سوريا كان كرماوي بالمطلق عندما امتلأ ملعب خالد الوليد هناك في مدينة حمص عن آخره، وأيضا كل الشاشات كانت الجماهير متسمرة أمام هذا المشهد الكبير والرائع والتاريخي لفريق الكرامة عندما تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا. وبالتالي إن شاء الله نتمنى في السنوات المقبلة أن يكون هناك دور كبير للكرة الحمصية من خلال بوابة نادي الكرامة. وحتى فريق الوثبة لن نبخل على أحد، فريق الوثبة المتوثب أيضا، فريق الوثبة في المركز التاسع ب 28 نقطة ويلعب اليوم مباراته مع الشرطة أيضا في مدينة حمص. على كل الأحوال يستأنف اللعب عيسى الأشقر على الكرة. عيسى الأشقر لمرمى فريق حطين. كرة إلى الأمام، كرة إلى الأمام إلى محمد عقاد لكن بكرة مشتركة مع عبد الله جنيات. من جديد جلال ذكر إلى أحمد كاظم. تعود الكرة من جديد لمصلحة علي زكريا لكن إلى محمود اليونس. من جديد ناحية اليمين محمد قدور. كرات بينية وثلاثية لفريق الكرامة. عم نشوف يعني بخط الوسط فهد عودي يعني بدخوله لأرضية الملعب في الشوط الثاني حتى الآن يعيد التوازن لمنطقة الوسط لفريق الكرامة. تعود الكرة من جديد لمصلحة فريق الكرامة. علي زكريا إلى ناحية اليمين إلى محمود اليونس لكن إلى جهاد بسمار. كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء ناحية اليسار إلى علي خليل. علي خليل لكن إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، رمي التماس أيضا لكن هناك لاعب حسن بليلو لكن على الأرض. وسلامات طبعا حسن بليلو أصبح جاهزا الحمد لله. إذن رمي التماس أيمن عقيل وبروح رياضية أيضا حصل أبو كف إلى الحارس أحمد شيحة. على العموم
كرة لمصلحة فريق الكرامة بعد مرور 13 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني لهذه المباراة، والتعادل السلبي ما زال مستمرا في هذه المباراة التي شهدت أهدافا كثيرة في أعوام سابقة. لكن حطين عندما أتى ووصل إلى هذه المباراة في مرحلة الإياب هو خسر هنا على هذا الملعب في مباراة قوية كانت، عندما خسر أمام النوعية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وفاز على الجهاد بثلاث أهداف مقابل لا شيء، وخسر أمام تشين بهدف مقابل لا شيء في ديربي، وفي ديربي الشهير هنا بين تشين وحطين. أيضا تعادل مع الوثبة من دون أهداف. هنا جهاد بسبار على الكرة، يعيد الكرة إلى الحارس أحمد شيحة، لكن إلى جهة اليمين. لكن عم نشوف الآن ضغط حطيني واضح، يعني خمسة لاعبين، وهنا أحمد كاظم ناحية اليسار، اللاعب النشيط والشاب أحمد كاظم، لكن تبعد الكرة من جانب محمود اليونس. حتى الآن يعني هناك جمهور الكرامة لم يهدأ في الحقيقة. إذا كما قلت الاتحاد أيضا تعادل، حطين تعادل مع الاتحاد بهدف في هدف هناك في حلب، وهنا فاز الوحدة على حطين بهدفين مقابل هدف واحد، وفاز حطين على الطلعة هنا على هذا الملعب بهدف مقابل لا شيء، وتعادل مع الشرطة من دون أهداف في دمشق، ومع المجد أيضا هنا من دون أهداف، ثم فاز أو تعادل مع المحافظة بهدف طبعا هو تعادل مع أندية دمشق، يعني الشرطة والمجد والمحافظة بهدف وبدون أهداف. على العموم هنا كرة لمصلحة أيمن عقيل، كرة إلى الأمام لمحمد عقاد، لكن بجواره إلى جهاد بسبار، يبعد الكرة إلى محمد قدور، إلى فهد عودي، ينزل إلى زملائه، كرة أمامية لمصلحة علي خليل، لكن مقطوع الكرة من جانب وسيم نبهان الذي يلعب بشكل رائع حتى الآن ومستوى طيب لوسيم نبهان. تعود الكرة من جديد، إبراهيم بغدادي، كرة في وسط الملعب إلى هاني نوارة، كرة إلى الأمام، مقطوع من عبد الله جنيات، لكن إلى عبد الله جمعة في وسط الملعب. حرب الوسط بدأت هنا ما بين حطين والكرامة، حتى الآن الكرامة يجتهد في عملية ضبط خط الوسط. هنا حسن أبو كف في الشوط الأول، يعني كان هناك تميز بوسط حطين، وبالتالي فتح الباب كثيرا لهجوم حطين أن يكون هناك ضغط كبير على مرمى فريق الكرامة وخلق الفرص التي شاهدنا في الشوط الأول. جلال ذكر على الكرة إلى جهاد بسمار، يعيد الكرة إلى الخلف أو إلى الأمام، إلى علي زكريا، إلى ناحية اليمين، إلى قدور، لكن إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس، لمصلحة فريق الكرامة. هنا الكابتن حسان عباس مدرب الفريق، الكل يتذكر حسان عباس عندما لعب في كأس آسيا أيضا للشباب، وكان طبعا نواة المنتخب الوطني للشباب، وأيضا لعب لمنتخب الرجال، يعني تاريخ كبير وعريق لهذا الرجل حسان عباس. إذن رمي التماس، حسن بليلو على الكرة، يبدو هناك لاعب على الأرض فريق الكرامة. سلامات للاعب فريق الكرامة. على العموم مباريات الكرامة في الإياب هو فاز على جهاد بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وفاز وتعادل مع الوحدة بهدف خسر أمام الوثبة في ديربي حوص بهدفين لهدف في المباراة الشهيرة، ثم تعادل مع الاتحاد من دون أهداف، وبالتالي أيضا فاز على الطليعة بهدفين مقابل لا شيء، وفاز على المجد بهدفين مقابل هدف واحد. هنا الفرصة لمصلحة حطين، أحمد كاظم اللاعب الشاب، هنا الكرة للخلف إلى جلال، ذكر بتسديدة لكن بعيدة، على أن يكون هناك كرة من جديد ويعيد جلال ذكر، وبالتالي يجرب حظه جلال ذكر. على العموم أيضا الكرامة خسر أمام المحافظة بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل مؤخرا من دون أهداف مع تشرين، وتعادل مع الحرفيين بهدف مسيرة أيضا جيدة في الإياب لفريق الكرامة. هنا حسن أبو كف على الكرة لفهد عودي، لكن الكرة مشتركة مع حسن أبو كف أيضا، وهنا الاعتذار أيضا فهد عودي، لاعب كبير فهد عودي، قدم للكرة السورية كل الخير فهد عودي ولفريق الكرامة.
هنا على الكرة هاني نوارة، هاني كرة إلى الأمام لعبد الله جمعة، لكن مقطوعة الكرة من جانب فريق الكرامة. تعاود الكرة أيمن عقيل داخل منطقة الجزاء لكن مبعدي من جديد. هنا الكرة كانت لمصلحة إبراهيم بغدادي إلى فهد عودي، كرة طويلة إلى الأمام لمصلحة فريق الكرامة. هنا على الكرة عماد الحموي، عماد يعود إلى الخلف لكن مقطوع الكرة من وسيم نبهان بشكل فدائي أيضا. وسيم نبهان هنا كرة إلى الأمام لكن عامر تركاوي، عامر تركاوي يبعد الكرة إلى رمي التماس. يعني كرة كانت خطيرة ما بين محمد عقاد وعلي خليل، لكن يعني عم ينتظروا صافرة الحكم لموضوع التسلل، لكن دائما القول العب على الصافرة. هنا محمد عقاد ويحصل على خطأ، محمد عقاد من خلال كرة مشتركة مع عامر تركاوي. إذا كرة مشتركة كانت مع عامر تركاوي ومحمد عقاد، والأخير يكسب خطأ لمصلحته، خطأ لمصلحة فريق حطين بعد مرور 19 دقيقة تعب من زمن الشوط الثاني لهذه المباراة. والتعادل السلبي مستمر حتى الآن. أيمن عقيل صاحب الركلات الثابتة والجميلة، أيمن عقيل ماذا سيفعل في هذه اللحظات؟ أيمن عقيل على الكرة، أيمن عقيل على الكرة، في كرة ثابتة من جهة اليمين لفريق حطين، ماذا سيفعل؟ أيمن عقيل كرة مرفوعة لإدارة منطقة الجزاء، كرة بالرأس، الله عليك الله عليك، وركلة ركنية سابعة. إذن ركنية سابعة لفريق حطين، حتى الآن لم يستفد ولا بأي ركنية. هنا بالحركة البطيئة كرة كانت خطيرة من هاني نوارة لكن بالرأس تصطدم بمدافع فريق الكرامة. إذن الركنية السابعة لفريق حطين مقابل ركنية واحدة فقط لفريق الكرامة في هذه المباراة. أيمن عقيل على الكرة، كرة مرفوعة إلى دارك منطقة الجزاء بقبضة يده، يبدو الكرة خرجت، يبدو الكرة خرجت بوقت تنفيذ الكرة من الركلة الركنية من أيمن عقيل. إذن ركلة مرمى لمصلحة فريق الكرامة. على العموم عندما يلعب حطين والكرامة إذن يلعب التاريخ، يلعب التاريخ فعلا، يلعب الأرشيف. الأرشيف كيف يلعب؟ يلعب من خلال الاعتماد على الأرقام، وبالتالي رقم هنا ورقم هناك، ونحن نعتمد على الأرقام أيضا في موضوع كشف تاريخ الفرق. هنا تاريخ فريق حطين عام 2001 عندما حصل على كأس الجمهورية بفوزه على الجيش بهدف مقابل لا شيء، إنجاز وحيد لفريق حطين، لكن ليس فقط هذا هو الإنجاز، هو صحيح إنجاز لكرة حطين يعني كأس الجمهورية، يعني أي فريق يحلم بأن يحصل على كأس الجمهورية، لكن الإنجاز الكبير هو رفض المنتخبات الوطنية، وهنا كرة خارج أرضية الملعب، يعني رفض المنتخبات الوطنية بلاعبين على مستوى كبير وعالي. يعني حتى اليوم مدرب فريق حطين بشار سروب كان من لاعبي منتخبنا الوطني، وايضا كان هناك لاعبين على مستوى عارف الاغا، وايضا هناك سيد بيازيد وهشام عبدين سليم جبلاوي، يعني يعذرنا ايضا البقيه، يعذرنا البقيه. وبالتالي على مستوى اذا الانجاز الوحيد، لكن هناك ايضا انجازات لفريق حطين، اربع مرات وصيف بطل كاس الجمهوريه. تعالوا الكرة من جديد لمصلحة جلال ذكر، كرة إلى الأمام إلى محمد عقاد محاصر من ثلاثة لاعبين، هنا كرة خطيرة لعبد الله جمعة، لكن خروج الحارس أحمد شيحة في الوقت المناسب، خروج الحارس في الوقت المناسب. فهد عودي إلى بلال المصري، بلال كرة على الأرض إلى علي خليل، مقطوعة من هاني نوارة من جديد، إبراهيم مغدادي كرة على الصدر لحسن أبو كف، حسن أبو كف في وسط الملعب إلى جلال ذكر، إلى حسن بليلو ناحية اليسار، حسن بليلو إلى ناحية اليسار ويتحضر للدخول إلى أرضية الملعب من جانب فريق الكرامة. هناك شاهر كاخي، شاهر كاخي له ثلاثة أهداف مع الطليعة وعن وحدة وما حطين بمباراة الذهاب عندما فاز الكرامة بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. تعود الكرة من جديد لفريق الكرامة، هناك على الكرة عماد الحموي، مقطوع الكرة من جانب أيمن عقيل اللي عم يغير طبعا موقعه، أيمن عقيل على جهة اليسار، تعود من حسن بليلو،
الى وسيم نبهان، كره على الارض الى ابراهيم بغدادي، ابراهيم كره على الارض الى محمد عقاد لكن مقطوعه الكره. فهد عودي، عبد الله جنيات ايضا الى جهه اليسار الى علي خليل، علي خليل ماذا سيفعل علي خليل؟ علي خليل ويحصل على خطا علي خليل. وهنا التبديل، من سيخرج؟ سيخرج علي زكريا من جانب فريق الكرامة ويدخل شاهر كاخي رقم 13. عم نشوف الحركة البطيئة أيضا للكرة المشتركة ما بين علي خليل وهاني نوارة. أيضا يخرج علي زكريا، يعطي العافية لعلي زكريا يعني أيضا من لاعبين الشبان. وأيضا سيخرج من جانب حطين محمد العقاد وسيدخل مصطفى جنيد. مصطفى جنيد يدخل إلى أرضية الملعب بعد عودته إلى نادي حطين، إلى رجال حطين وليس لنادي حطين، إلى رجال حطين. كان هناك طبعا اجتماعات في الأول الأخيرة لعودة هذا الشاب إلى صفوف فريق رجال حطين. مصطفى جنيد لاعب منتخب شباب سوريا وأيضا لاعب منتخب ناشئي سوريا وكابتن منتخب ناشئي سوريا عندما كان يلعب بتشيلي ب 2015. مستوى رائع لهذا الفتى. هنا مصطفى جنيد بأول كرة لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس، رمي التماس. تلعب الكرة بمصلحة فريق الكرامة من شاهر كافي إلى بلال المصري ناحية اليمين، بلال يعود بالكرة إلى الخلف إلى شاهر، إلى عامر تركاوي ناحية اليسار، عامر كرة إلى الأمام إلى علي خليل، عامر من جديد أيضا إلى شاهر كاخي، يعيد الكرة إلى الخلف إلى عبد الله جنيات ناحية اليمين، إلى جهاد بسمار، جهاد بسمار يعيد الكرة إلى الخلف. يعني يتحضر فريق الكرامة من خلال بناء الهجمة وبالتالي هو طبعا يلعب بهدوء من خلال تحضير الهجمة من الخلف ثم تقدم إلى الأمام بهذه الكرة ناحية اليمين لفريق الكرامة. كرة داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة، الله كرة خطيرة كانت، كرة خطيرة كانت لفريق الكرامة، من أخطر الكرات في هذه المباراة لفريق الكرامة. عم نشوف باللقطة المالية من ناحية اليمين محمد القدور أو محمود اليونس، أوه كرة خطيرة كانت لك من هاني النوارة إلى ركلة ركنية ثانية لفريق الكرامة في هذه المباراة، ركلة ركنية ثانية لمصلحة فريق الكرامة في هذا في هذه المباراة. على الكرة فهد عودي، فهد عودي يرفع الكرة إلى داخل منطقة الجزاء لكن بعيدة عن الجميع، بعيدة عن الجميع، إلى رمي التماس لمصلحة فريق حطين. رمي التماس من جديد لمصلحة فريق حطين. تعود الكرة من جديد لشاهر كاخي إلى عبد الله جمعة اللي عم يشوف عم يعود للخلف بدأ. هنا أيمن عقيل، أيمن عقيل أمامه عبد الله جنيات، أيمن عقيل ناحية اليمين يرفع الكرة إلى داخل الجزاء، كرة خطيرة كانت لأحمد كاظم، كرة خطيرة لأحمد كاظم، لو وصل الكرة لكانت هدفا، لو وصل الكرة كانت هدفا من جانب أحمد كاظم. جلال ذكر على الكرة إلى مصطفى جنيد، لاعبين الشبان، مصطفى جنيد يرفع الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، إبعاد من جهاد بسمار من جديد من عماد الحموي لكن مقطوع الكرة من جانب فريق حطين إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، كرة كانت خطيرة لمصلحة حطين من الجهة اليمنى من أيمن عقيل يرفع الكرة إلى داخل منطقة الجزاء لكن أحمد كاظم كان بعيد قليلا عن تلك الكرة الماضية. عامر تركاوي على الكرة إلى أمام إلى علي خليل ويحصل على خطأ علي خليل، علي خليل 8 أهداف لهذا اللاعب، على الجهاد 3 أهداف، على المحافظة وعلى المجد وعلى الوثبة وعلى الشرطة وعلى الوحدة. لاعب كبير، لاعب حطين السابق أيضا علي خليل، لاعب لفريق حطين. شاهر كاخي على الكرة، شاهر كاخي على الكرة أيضا لهذا الرجل 3 أهداف على الطليعة وعلى الوحدة وعلى حطين في مباراة الذهاب. شاهر كرة داخل منطقة الجزاء، إبعاد من هاني نوارة من جديد إلى عبد الله جمعة إلى أيمن عقيل، أيمن عقيل لكن يبدو هناك خطأ على عبد الله جنيات، يبدو هناك خطأ على عبد الله جنيات ويبدو إنذار
بطاقة صفراء على محمود اليونس. إذن بطاقة صفراء على محمود اليونس. عم نشوف على الشاشة محمد قراب، يعني يبدو كان هناك إنذار شفهي. إذن كان هناك إنذار شفهي على لاعب فريق الكرامة، لكن يبدو عم نشوف أيمن عقيل، وكان دخول عبد الله الجنيات على أيمن عقيل، وبالتالي كان هناك خطأ لمصلحة فريق حطين. هاني نوار على الكرة بعد مرور 29 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني هذا المباراة، يعني والتعادل السلبي مستمر حتى الآن. محمود اليونس إلى بلال المصري ناحية اليمين، كرة إلى الخلف، قدور، كرة على الأرض أيضا لمحمود اليونس، لكن مقطوع الكرة من جلال ذكر. جلال إلى مصطفى جنيد، هل سيسدد مصطفى جنيد؟ لكن ناحية اليسار إلى أحمد كاظم، أحمد كرة مرفوعة الجزاء، لكن لا يوجد أحد، لا يوجد أحد. إلى عامر تركاوي، عامر تركاوي يمشي بالكرة ناحية اليسار إلى عامر، إلى علي خليل، علي خليل، لكن أيضا يحصل على خطأ من جانب حسن أبو كف، خطأ لمصلحة فريق الكرامة. عم نشوف اللقطة البطيئة، شكرا للزملاء في عربة النقل وللمخرج وهيب غفر وأيضا لأمجد قنجراوي ولكل الشباب الموجودين في عربة النقل. هنا الكرة لمصلحة فهد عودي، فهد عودي على الكرة، يعني في كرة ثابتة لفريق الكرامة. ماذا سيفعل فريق الكرامة؟ الكرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء، لكن عيسى الأشقر بلوحة فنية، عيسى الأشقر يحصل على الكرة، يحصل على الكرة عيسى الأشقر قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، قبل ربع ساعة من نهاية هذه المباراة. هنا الكرة من ناحية اليمنى من جانب محمد القدور، لكن خارج أرضية الملعب. محمد القدور على الأرض، سلامات لمحمد القدور. إذن حطين كما قلت يعني هو وصيف بطل كأس الجمهورية أربع مرات، يعني في عام 1987 خسر أمام الكرامة بهدفين مقابل هدف واحد. وهنا الفرصة لمصلحة فريق الكرامة داخل منطقة الجزاء، لكن بين يدي الحارس عيسى الأشقر. وبالتالي أيضا بعام 1995 خسر أمام الكرامة أيضا بثلاث أهداف مقابل لا شيء، يعني حطين والكرامة أيضا في متواجدين في نهائي كأس الجمهورية. وأيضا في عام 1993 خسر حطين أمام الوحدة بأربع أهداف مقابل لا شيء في نهائي كأس الجمهورية. وفي نهاية عام 1999 خسر أمام جبلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. يكفي فخرا نادي حطين إنه ولاد اللاعبين الذين قدموا للكرة السورية الكثير والكثير من المتعة ومن المهارة ومن المستوى الطيب في فريق حطين، هذا النادي الكبير والعريق. أيضا في المقابل فريق الكرامة هو النادي الوحيد كما قلت، يعني هو النادي الوحيد اللي فاز بأربع مرات بطولة الدوري بشكل متتالي أربع مرات. صحيح يعني جبلي هو يملك الرقم الحصري، يعني أول نادي سوري يحرز لقب الدوري ثلاث مرات متتالية، لكن أربع مرات متتالية هو فريق الكرامة. أيضا الكرامة هو النادي أكثر نادي جمع الثنائي الكأس والدوري، يعني تاريخ كبير لفريق الكرامة، ثمان مرات بطل كأس الجمهورية وثمان مرات بطل دوري، وبفئات العمرية حدث ولا حرج بالفئات العمرية، مدرسة كبيرة، مدرسة كبيرة لفريق الكرامة. هنا الكرة لمصلحة وسيم نبهان ورامي التماس. عم نشوف محمد القدور يعني دائما على الأرض، محمد القدور، سلامات لهذا اللاعب الشاب محمد القدور. في لقاءات الفريقين دائما هناك أيضا أرشيف هو مختص يعني بهداف الفريقين، يعني تصوروا في لقاءات الفريقين على مدى التاريخ حتى الآن، يعني سليم جبلاوي له ستة أهداف من جانب فريق حطين، وعارف الآغا خمسة أهداف أيضا من جانب حطين كما قلت. يعني بالنسبة لفريق الكرامة عبد الرحمن عكاري ستة أهداف، وأحمد تركماني أربعة أهداف.
في لقاءات الفريقين. هنا رمي التماس، كرة داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة لكن مو بعد من جلال ذكر لفريق حطين. مصطفى جنيد عم نشوف يعني الارتداد السريع بدأ يخف، يعني لا يوجد هناك ردة فعل، لا يوجد هناك هجمة مرتدة من جانب فريق حطين أو من جانب. وهنا الروح الرياضية من محمود اليونس وتصفيق لهذا اللاعب، تصفيق لهذا اللاعب محمود اليونس الذي أبعد الكرة لعلاج لاعب فريق حطين مصطفى جديد، والحمد لله هو بخير. هنا إعادة للكرة على ما يبدو من عبد الله جمعة إلى الأمام كابتن فريق حطين. الحمد لله الروح الرياضية رائعة هنا في ملعب الباسي وفي الدوري السوري لكرة القدم. كما قلت الروح الرياضية يعني هي حالة تتجسد على روح التعاون وروح أدب الملاعب داخل أرضية الملعب. على العموم يعني شبابنا الحمد لله بخير، يعني أدب وأخلاق داخل الملعب وخارج الملعب. هنا حسن أبو كف، حسن أبو كف أمام فهد عودي، كرة إلى الأمام إلى أيمن عقيل المتسلل، أيمن عقيل المتسلل. إذن أيمن عقيل المتسلل وهو طبعا بحوزته هدفين على المحافظة وعلى الشرطة. إذن أيمن عقيل له هدفين كما قلت. هنا فهد عودي، فهد عودي أيضا من اللاعبين الذين أحرزوا هدفين في هذا الدوري على حطين وعلى تشرين، يعني أقوى الفرق تقريبا في الدوري. فهد عودي أحرز الأهداف. هناك رأي وتسلل أيضا في هذه اللحظات، هناك تبديل من جانب فريق الكرامة، سيدخل رقم 9 من جانب فريق الكرامة ريفة عبد الرحمن، اللاعب الشاب ريفة عبد الرحمن اللي راح نشوفه في أرضية الملعب عوضا عن عماد الحموي. إذن عماد الحموي رقم 24 ودخول لريفة عبد الرحمن لاعب شاب لكن مفعوله كبير. ريفة يعني كان هناك مطالبات لجمهور فريق الكرامة هنا في السدة الرئيسية وفي المنصة الرئيسية كما قلت يعني من جمهور الكرامة. لاعب الشاب ريفة عبد الرحمن يقدم موسم طيب مع فريق الكرامة. على العموم يعطي العافية لعماد الحموي. أيضا عماد وهنا تصفيق من جمهور الكرامة لعماد الحموي ويقابل التحية بالتحية. هنا كرة داخل منطقة الجزاء لمصلحة حطين، عبد الله جمعة لكن هنا تسديد لكن إلى خارج أرضية الملعب، تصطدم باللاعب عبد الله جنيات وركلة ركنية ثامنة. طبعا هنا الكرة باللقطة البطيئة، عبد الله جمعة يسدد إلى خارج أرضية الملعب وركلة ركنية. يعني ما في داعي أبدا، يعني ما في داعي، الكرة نظيفة. وهنا بطاقة صفراء على هاني نوارة، بطاقة صفراء على هاني نوارة. يعني بالإعادة البطيئة يعني لماذا الاحتجاج من لاعبي حطين على الحكم المساعد عبد السلام حلاوي؟ لماذا؟ يعني إثارة لجمهور حطين يعني لا شيء. يعني شوف باللقطة البطيئة عبد الله جمعة يسدد يعني بين الإجرين يا جماعة، بين الإجرين يا جماعة، لماذا كل هذا التوتر؟ لماذا كل العصبية من جمهور حطين؟ الفريق يقدم، لا تضيع جهود هذا الفريق، لا تضيع جهود النادي، لا تضيع جهود أعضاء مجلس إدارة حتى اللاعبين، لا تثيروا أعصابهم بهكذا مباريات. يعني عم نشوف مجموعة يعني حتى محسن بسمة هو مدير الفريق يقوم بتهدية الجمهور. على العموم ركنية ثامنة لمصلحة فريق حطين. الحمد لله كل شيء بخير. جلال ذكر على الكرة، كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة لكن ابعاد من جانب شاهر كاخي إلى الأمام من وسيم نبهان الفدائي إلى فهد عودي إلى ريفة لكن إلى الأمام. هل خرج الكرة؟ لم تخرج الكرة، لم تخرج الكرة حتى الآن إلى وسيم نبهان. هنا كرة خطيرة علي خليل إلى ريفة عبد الرحمن داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة، الله عليك يا وسيم نبهان، يعود إلى الخلف، يعود وينقذ المرمى من هدف محقق كان لفريق الكرامة. هنا أيمن عقيل كرة إلى الأمام إلى عبد الله جمعة كابتن فريق حطين، عبد الله جمعة. وهنا بطاقة صفراء، بطاقة صفراء
على جهاد بسمار. إذن على جهاد بسمار بطاقة صفراء. بطاقة صفراء. تعود الكرة من جديد لمصلحة فريق حطين. جلال ذكر على الكرة إلى أحمد كاظم. إلى جلال ذكر كرة الأمام إلى أيمن عقيل بكرة رائعة داخل منطقة الجزاء. وبعد الركنية التاسعة. الركنية التاسعة لمصلحة فريق حطين. حطين يلعب، حطين يضغط. هكذا يجب أن يكون الجمهور. العب يا حطين والعب يا كرامي. ما في داعي أبدا لإثارة العصبية للاعبين. الفريق يقدم، الفريق ضاغط. أيمن عقيل كرة داخل منطقة الجزاء. هنا أحمد كاظم يعيد الكرة لداخل منطقة الجزاء، لكن أيضا مبعدي مبعدي إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، رمي التماس أيضا. العب العب يا كرامي، يعني لابد. هنا كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن بين يدي الحارس أحمد شيحة من جانب فريق الكرامة. إذا الدقيقة 39 قبل نهاية المباراة بست دقائق. التعادل السلبي ما زال مستمرا بين الفريقين. رمي التماس لمصلحة حطين على الكرة. حسن أبو كف بغدادي، أبو كف إلى جمعة. كرات وأيضا تمرير رائع. هنا الكرة من جلال ذكر إلى عبد الله جمعة. كرة على الأرض لكن أيضا مقطوعة الكرة من جانب شهر كاخي. تعود الكرة من جديد لمصلحة فهد عودي إلى الأمام، لكن إلى وسيم نبهان. وسيم نبهان يبعد الكرة، يعني وسيم عم يتلبك. وسيم في اللحظات الأخيرة، يعني هناك عتاب مع الحارس عيسى الأشقر، يعني عملية الضبط مطلوبة لفريق حطين. هنا فهد عودي على الكرة. فهد عودي، فهد عودي إلى ريفة من جديد. فهد عودي، لكن هناك حسن أبو كف يبعد الكرة. حتى الآن حسن أبو كف إلى عبد الله جمعة. عبد الله جمعة يفتح اللعب إلى ناحية اليسار، لكن مقطوعة. عم نشوف يعني ضغط كرماوي حتى الآن بخط الوسط لفريق الكرامة، وحفاظ على الكرة. هنا أيمن عقيل، كرة إلى الأمام، وهنا تسلل أحمد كاظم. وهنا تسلل، وطبعا احتجاج على الحكم المساعد من كابتن فريق عبد الله جمعة. وهنا أيضا احتجاج كما قلت على الحكم عبد السلام حلاوي من جانب أيمن عقيل. عم نشوف اللقطة الماضية، يعني مو مبين لي الحقيقة إذا كان تسلل ولا لا في الحقيقة. إذا تسلل على فريق حطين على أحمد كاظم. تعود الكرة من جديد لمصلحة فهد عودي في وسط الملعب. يفتح اللعب ناحية اليسار إلى رفاعة عبد الرحمن، لكن إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب. وهنا الحكم الدولي، الحكم الدولي محمد قرام يطلب الكابتن عبد الله جمعة، لكن استأنف اللعب. رمي التماس، رمي التماس لمصلحة حسن أبو كف. رمي التماس، يعني عم نشوف قبل نهاية هذه المباراة بأربع دقائق. إلى جلال ذكر، إلى عبد الله جمعة، وعامر تركاوي يبعد الكرة إلى فهد عودي، لكن من جديد إلى حسن أبو كف، إلى أيمن عقيل، أيمن عقيل، لكن هناك جهاد بسمار يبعد الكرة بشكل رائع وخبرة كبيرة من جهاد بسمار. تعود الكرة من جديد لمصلحة حسن بليلو إلى أحمد كاظم من ناحية اليسار. أحمد كاظم إلى مصطفى جنيد، مصطفى جنيد، مصطفى جنيد، كرة الخلف إلى حسن بليلو، مستعجل حسن بليلو، دفع الكرة من جديد إلى بلال المصري، وهناك على الكرة إبراهيم بغدادي. بلال المصري، كرة إلى الخلف إلى شاهر، كرة إلى الأمام إلى مصلحة علي خليل. علي خليل، ماذا سيفعل علي خليل؟ إلى محمود اليونس. محمود، محمود اليونس داخل منطقة الجزاء. ماذا سيفعل محمود اليونس؟ لكن هاني نوارة يبعد الكرة بشكل رائع. هنا حسن بليلو إلى جلال ذكر، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس لمصلحة فريق حطين. 43 دقيقة لعب، 43 دقيقة لعب، دقيقتين طبعا فقط على نهاية الشوط الثاني والمباراة. وهناك لاعب على الأرض، سلامات لاعب فريق الكرامة. في الأول الأخيرة كان هناك توتر من جانب فريق حطين،
التعادل. يعني يبقى مباراتين لفريق حطين في المباريات القادمة، وبالتالي سينتهي الدوري السوري. على كل أحوال حطين هي آخر مباراة على أرضه، حطين آخر مباراة على أرضه، ويبدو تشرين أيضا على أرضه لا يوجد هناك مباريات بعد العقوبة الاتحادية لفريق تشرين بمباراتين خارج أرضه، لكن هناك وعد من اللواء موفق جمعة بإعادة على الأقل مباراة. إذا تعود الكرة من جديد لأحمد كاظم المقلق من الجهة اليسرى أمام جهاد بسمار. جهاد لعب الخبرة لكن يحصل على خطأ أحمد كاظم، يحصل على خطأ أحمد كاظم من الجهة اليسرى. على الكرة جلال ذكر، ماذا سيفعل حطين في الدقائق الأخيرة؟ ماذا سيفعل؟ نحن نلعب في الدقيقة 44، يعني دقيقة ونصف فقط تقريبا عن نهاية هذه المباراة. التعادل السلبي ما زال مستمرا. هنا جلال ذكر على الكرة، جلال كرة مرفوعة لداك منطقة الجزاء، كرة خطيرة إلى أحمد شيحة، لكن إبعاد للكرة من أحمد شيحة من جديد. هناك إبعاد من شاهر كاخي لفريق الكرامة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس. حسن بليلو، الضغط الحطيني ما زال مستمرا حتى الآن. وسيم نبهان على الكرة، وسيم كرة إلى الأمام إلى هاني نوارة، إلى ناحية اليمين إلى عبد الله جمعة، هنا إعادة الكرة إلى الخلف، كرة داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة، كرة خطيرة لمصلحة حطين، كرة خطيرة والركنية العاشرة لحطين في هذه المباراة. عم نشوف، شوف 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 عبد الله جمعة يعيد الكرة إلى الخلف، وهنا التسديد من حسن أبو كف، لكن هو الحارس أحمد شيحة يبعد الخطر. وهنا الكرة من جديد، وهنا ست دقائق وقت بضل ضائع. مصطفى الجين على الكرة ناحية اليمين إلى إبراهيم بغدادي، إبراهيم إلى حسن أبو كف، إلى ناحية اليمين إلى عبد الله جمعة، وهنا إبعاد من ريفة عبد الرحمن إلى فهد عودي، كرة على الأرض لعلي خليل أمامه وسيم نبهان في هجمة مرتدة لفريق الكرامة. علي خليل بين لاعبين، علي خليل داخل منطقة الجزاء، وهنا الكرة لوسيم نبهان حتى الآن، وخطأ لمصلحة وسيم نبهان، وهنا الخطأ لمصلحة وسيم نبهان، والبطاقة الصفراء على علي خليل، بطاقة صفراء على علي خليل. الآن يعني شاهدنا حتى الآن يعني أربع بطاقات صفراء على فريق الكرامة وبطاقة واحدة لفريق حطين. كما قلت أكثر موسم كان هناك 8 بطاقات بين الفريقين، عندما تقاسم الفريقين البطاقات 4-4. وهنا كرة على جهة اليمين، عبد الله جنيات يحمل الكرة حتى الآن، عبد الله جنيات أمامه عبد الله جمعة، وإخراج للكرة لرمي التماس لعبد الله جمعة من فريق الكرامة. هنا كرة لمصلحة حسن أبو كف على الكرة، حسن أبو كف في الدقائق الست الأخيرة كما قلت في هذه المباراة، ست دقائق وقت بضل ضائع. حسن أبو كف حتى الآن ضغط كبير لفريق حطين، رمي التماس، كرة داخل منطقة الجزاء، إبعاد للكرة من شاهر كاخي إلى رمي التماس من جديد لحطين، كرة على الأرض إلى عبد الله جمعة من جديد، حسن أبو كف يرفع الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ورأس هاني نوارة لكن إلى الحارس أحمد شيحة، وسلامات للاعبين، لاعبي فريق طبعا من الكرامة وحطين، سلامات في أرضية الملعب. يعني الضغط الحطيني في الآونة الأخيرة كاد أن يسفر عن هدف التقدم لحطين، وبالتالي حطين في هذه المباراة لعب بشكل رائع أمام الكرامة المستعد للموسم القادم بهؤلاء الرجال، وبالتالي كل التوفيق لحطين والكرامة في الموسم القادم. على العموم كما قلت يعني دائما وابدا هناك الجمهور يعني يجب ان يقف مع الفريق سواء قدم الفريق او لم يقدم. في كل دول العالم صحيح هناك عصبية، وصحيح هناك يعني دائما وابدا يريد للفريق ان يفوز، لكن تبقى يعني مصلحة الفريق ومصلحة النادي أن يبقى النادي بين الكبار، يبقى النادي يعني بالمختصر المفيد. هذا الجمهور إذا لم يأتي يوم الجمعة طيلة الشتاء إلى ملعب الباسل ويرى فريقه على الطبيعة، متى سيأتي ويشاهد كرة القدم؟ إذن يجب الوقوف، يعني حطين في موقف صعب كما قلت
لكن حتى النقطة تفيد يعني في المرتبة الأخيرة من الدوري السوري حتى الآن هو يحتل فريق الجهاد، هو هبط إلى الدرجة الثانية والمحافظة بعشرين نقطة، عشرين نقطة المحافظة حطين بستة وعشرين نقطة، وبقي مباراتين. أولا مصطفى جنيد على الكرة ناحية اليمين لمصلحة حسن أبو كف، حسن أبو كف يرفع الكرة إلى أحمد كاظم لكن مبعدة من جانب فريق الكرامة، فهد عودي بالرأس من ريفة عبد الرحمن، وفهد عودي إلى رمي التماس لمصلحة فريق الكرامة، يلعب بهدوء فريق الكرامة وخاصة بعد دخول فهد عودي إلى وسط فريق الكرامة كما قلت في الشوط الثاني، رمي التماس لمصلحة الكرامة ونحن نلعب الآن بالدقيقة 49، للدقيقة 49 فهد عودي على الكرة، فهد إذا ست دقائق وقت بدل ضائع، هنا الكرة مصطفى جنيد إلى جلال إلى جهاد بسمار، جهاد يحصل على الكرة جهاد بسمار يعني صمام أمان حتى الآن جهاد بسمار، وكرة إلى خارج أرضية الملعب، حسان عباس يشير إلى جهاد بسمار لماذا لم تلعب الكرة، يعني كان هناك لاعب على الأرض يعني أو شد عضلي من جانب جلال ذكر، سلامات لجلال ذكر، وأيمن عقيل أيضا يعيد الكرة بروح رياضية، يعني الجمهور يعني لاحظ الكرات الأخيرة يعني بروح رياضية يعيد الكرة إلى الخلف ويعيد حتى هو يعني متعادل في اللحظات الأخيرة من جانب حطين، هي عبرة هي عبرة، رمي التماس لمصلحة حطين، رمي التماس لمصلحة حطين، نحن نلعب الآن في الدقيقة 50 دقيقة ونصف على النهاية، مصطفى جنيد إلى عبد الله جمعة لكن مقطوع الكرة من جانب عامر تركاوي، الكرة إلى الأمام إلى علي خليل إلى جانب وسيم نبهان، وسيم نبهان يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب بروح قتالية عالية، بروح قتالية عالية لوسيم نبهان يعطيه العافية، اليوم مستوى طيب ورائع لهذا اللاعب، ريفة عبد الرحمن إلى شاهر كاخي من جديد إلى ريفة اللاعب الشاب فريق الكرامة، كرة على الأرض إلى علي خليل، مقطوع الكرة من جديد من علي خليل، علي خليل من أهداف لهذا الرجل في هذه في هذا الموسم، هنا كرة لمصلحة أحمد كاظم اللي عم يعود إلى الخلف طبعا للحصول على الكرة، هنا كرة لمصلحة عبد الله جنياد من جانب فريق الكرامة، شاهر كاخي شاهر ناحية اليسار إلى عامر تركاوي، عامر التعادل السلبي مستمر حتى الآن، هنا كرة مقطوعة من جانب فريق حطين إلى خارج أرضية الملعب، وهنا في هذه اللحظات مشاهدي الكرام مشاهدي الأعزاء قناة أوغاريت التلفزيونية وأيضا مستمعي إذاعة أموال انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين حطين والكرامة، أعلن الحكم الدولي كما قلت الحكم الدولي محمد قرم نهاية هذا اللقاء بالتعادل السلبي بين حطين والكرامة، كان معكم محدثكم أحمد محمد من ملعب الباسل وكل الشكر للطاقم الفني النقل ومن عربة النقل لهذه المباراة، عودة لاستديوهات قناة أوغاريت، إلى اللقاء.